قوم زلو عمك قوم شابتر 1 كان بيقول لك ان الار والاي مالهم دايركت ولا انفرس؟ امتى بقى الجمله ناقصه؟ انفرس ات كونستانت بوتنشال ديفرنس، يبقى لازم الفي تبقى ايه؟ ثابته. ايه مين بيقول مستر؟ محدش قال. ماشي، يبقى انا دلوقتي عشان اجيب جهاز بيس ريزيستنس انا محتاج اجيب بطاريه تكون رقم ثابت. فاول حاجه هنجيب باتري هنا. الباتري الرقم اللي انا هقوله ده هي الارقام اللي في كتاب المدرسه، مش شرط هي الواقع يعني. ده فور اكزامبل، فقال لك الباتري ب 1.5 ومعايا جلفانو ب 250 اوم. حلو، ماله بقى جلفانو ده؟ الكرنت بتاعه يعني هنا في سكيل، السكيل ده الماكسيمم بتاعه اخره كام؟ 400 مايكرو امبير. يعني ده الاي ايه؟ ده الاي جي. بص بقى الفكره معتمده عليه، الفكره معتمده ان انت هتجيب سكيل فوق السكيل الموجود اصلا. لو هنا الاي جي ماكسيمم من اومز لو، لو الاي ماكسيمم يبقى الار ايه؟ يبقى الار مالها؟ مينيمم. يعني انا هبدا من السكيل هنا عكس سكيل الكرنت، يبدا منين؟ وهسميه كده يبدا بحاجه اسمها ار اكس. فمتوقع الفكره ان انت محتاج الجهاز يبقى ماكسيمم ككرنت علشان كل ما تزود ريزيستنس الار توتال تزيد، فالكرنت يقل، يقل بمقدار قد المقاومه اللي انا هزودها، فقيس المقاومه اللي انا هزودها. طب اجيب واحده اكبر فيقل اكتر، فقيس رقم اعلى. طب الحكايه دي عملوها ازاي؟ بص بقى عملوها ازاي، ازاي تعمل تصنيع اصلا جهاز ده كاليبريشن. بص هنيجي هنا بالحسابات دي ثيوريتيكال، انا معايا اي ومعايا ايه؟ في. فانا ممكن اقسم الفي على الاي يجيب ايه؟ 1.5 على 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 تطلع كام على الكالكوليتر؟ هتطلع 3750. يبقى انا عشان ابدا اخلي الاي ماكسيمم محتاج مقاومات بكام؟ وما تسرحش مني، 3700 وانت معاك كام؟ بس معاك 250 بس، ناقصك كام؟ 3.5. فهبدا اول حاجه كده هحط ريزيستنس سيريوس ب 3000 وليها اسم، دي اسمها كونستنت ريزيستنس، مقاومه ثابته كبيره. طب كده فاضل لي كام؟ 500. فهجيب ريوستات ار فاريبل بيتغير من 0 لحد 65 كده 6565، هاخد منهم 500 بس. اشمعنى الارقام دي يا مستر؟ دي الارقام الموجوده في كتاب المدرسه، دي فور اكزامبل، مش شرط هي الواقع يعني، مش شرط. ده النيجاتيف ده البوست. انا في اللحظه دي عامل كده، مقفل الجهاز كده، انا بصنع. واللي ما حدش يقول لي مش شام يصبر، انا في اللحظه دي مش دي سيركت سيريس؟ ده بلس ده بلس ده يدي كام؟ حلو 3750، ومعاك بطاريه 1.5، ده على ده هيدي كارنت بكام؟ هتلاقي المؤشر غصب عنه راح لايه؟ للماكسيمم. يبقى الجهاز دلوقتي واقف عند ايه؟ عند الماكسيمم. بالمنطق انا كل ما اجي احط ريزيستنس هنا مش هتبقى سيريس مع كل دول؟ فالارات فالاي. طب العمليه دي اعملها كم مره وانا بصنع؟ ده ولا 500 600 مره، ده انت عايز تجيب كل السكيل، يعني تحط نفسك مكان واحد بيصنع. انا عايز اجيب كل الشرط دي، يبقى هعمل العمليه دي مره واحده عشان بس انا هحكي لك اللي هعمله دلوقتي عشان تفهم وبعد كده تستنتج احنا هنعمل ايه. المفروض اللي بيصنع في المصنع يبدا من الحاله دي ويحط ريزيستنس معلومه بكل الارقام، يقعد يجرب وكل مره يشوف البوينتر هتنزل ايه فين، مع كل مره يحط الرقم، صنع جهاز كامل السكيل كده خلاص اتدرج، يبيعه المستخدم. فالمستخدم دلوقتي هيجيب مقاومه مجهوله unknown، يحطها هنا هو مش عارف هي بكام، اول ما يحطها هنا هتبقى سيريس مع مين؟ مع دول. فهيلاقي البوينتر غصب عنه نزل لنقطه ما، يبص بعينيه يلاقي ايه؟ يلاقي رقم قاس مقاومه، وهو مش فاهم ايه اللي حصل جوه. لكن انت دلوقتي بتفهم ايه فكره التصنيع اصلا، فانا هشرحها بالتفصيل دلوقتي. فهنيجي هنا نجرب ارقام معلومه مع ان الجهاز ده هيقيس ايه؟ unknown resistance، بس انت بتعمل كاليبريشن بتصنع. فنحط ارقام سهله، لو جيت هنا حطيت ريزيستنس اسمها ار اكس اختصار لكلمه اكسترنال قد الموجود، يعني ال 3750
اللي موجود دول كلهم على بعض كده هنسميهم ار او. اشمعنى ار او؟ ار او متر ده الار او تمام، اللي هو عباره عن ار جي بلس ار سي بلس ار فاريبل بلس ار انترنال. وهشرح لك كل واحده ايه فايدتها بس اصبر. فانت دلوقتي لو حطيت مقاومه قد اللي موجود كده ار او ار اكس قد الار او، فمن شابتر 1 الاي هيساوي في بي على كام؟ مش على الار او بلس الار اكس، والار اكس هي هي الار او، فتبقى في بي على 2 ار او. يبقى الاراض زادت كام مره؟ دبل. فالكرنت ماله؟ حيال النص. فالاي ايكوال هاف اي جي، هتلاقي البوينتر غصب عنه راح لفين؟ راح للنص. فهتيجي هنا تكتب كام؟ 3750. دي اول تجربه. انا هعيدها مرتين ثلاثه بس واستنتج منها حاجه. المره الثانيه هروح اشيل دي واحط واحده بكام؟ اخليها دبل 7500، يعني الرقم ده دبل دول، يعني الار اكس دبل ار او. فالاي دلوقتي هيبقى في بي على كام؟ ار او بلس 2 ار او، يعني كام؟ 3. اهو بص، ار او بلس الار اكس اللي هي 2 ار او، فهيبقى في بي على 3 ار او. يبقى الار زادت كام مره؟ 3 مرات. فالكرنت ينزل كام مره؟ فهتلاقي ان الاي بقى سيرد اي جي، فهتلاقي المؤشر مثلا نزل للتلت هنا. تيجي تكتب هنا كام؟ 7500. مجمعين؟ مش مهم، هكمل هتجمع واصبروا. الكيس التالت ايه ده؟ لا كمل انت، هعيد من الاول. هيد ما هو مش شامل حاجه اللي قاعدين اصلا. ما انا عارف اي مره اشرح فيها نظري بحس فاهم احنا جايين من المريخ مش شامل حاجه. هكمل انا، هكمل بس لو انا حطيت ار اكس المره الثالثه، شلت الرقم ده وخليته 11250، يعني ثلاث اضعاف الموجود. فالار اكس هتبقى 3 ار او، يبقى الاي ايكوال في بي على ار او بلس 3 ار او، يبقى في بي على كام؟ 4 ار او. فالاراض زادت كام مره؟ فالاي هيبقى كوارتر اي جي، يبقى هينزل لحد هنا مثلا. تكتب هنا 11250. بص بقى، انا عملت التجربه دي كام مره؟ 3. طبعا في التصنيع مش هتعمل 3 مرات، ده اقل واجب تعمل 500 600 مره كده. انت عملت جهاز كامل مكتوب عليه ريزيستنس فوق، مع ان هو من جواه ايه؟ جلفانو، يعني اخره كارنت. فانت لما توديه المستخدم عبيط مش شامل حاجه، يجي يحط مقاومه مجهوله انون، حط ريزيستنس هنا، هو عايز يقرا رقم، فهيلاقي على قد ما دي ليها رقم كبير على قد ما هتتجمع مع السيركت، فالار توتال هتزيد، فالاي ماله؟ هيقل. يقف عند نقطه، هتلاقي فوق النقطه دي فيه فاليو، فقيس ريزيستنس. دي فكره كده ملخص. تاني، انت مصنع جهاز كده متدرج كامل، لو انا حطيت هنا واحده مثلا يعني 7500، بس انا مش عارف، انا حطيت واحده مجهوله، فانا عايز اعرف بكام؟ انا عايز جهاز بيقيس طلع ارقام. فاول ما حطيت دي، مش كل دول سيريس؟ سيريس. فالار توتال هتيه، فالكرنت اللي هيمشي في السيركت هيقل، فالبوينتر هيرجع لحد ما يقف على قيمة الكرنت الموجودة اللي هي هتبقى قد ريزيستنس بكام؟ 7500. ده فور اكزامبل، ممكن تبقى أي حاجة بقى. كل ما دي تزيد أو تقل، كل ما البوينتر هيرجع بمقدار الزيادة أو النقصان، فيقف عند فاليو للكرنت قصادها فوق فاليو ليه؟ للريزيستنس. دي الفكرة العامة للأوميتر. طبعا في ناس مش فاهمة. نعيد ده تاني من الأول بقى. تاني. الاوميتر هو عبارة عن جلفانومتر النايمة. جاي تنام ايه؟ ماشي. الجلفانومتر عبارة، سوري، الاوميتر عبارة عن جلفانومتر. متوصل معاه أول حاجة إيه؟ باتري، جيف ريزون. أول حاجة ليه؟ ليه بطارية؟ إيه فايدة الباتري؟
علشان تخلي الفولت ثابت، عشان تخلي الاي والار مالهم انفرس انفرسي بروبورشنال، يبقى لازم البوتنشال ديفرنس يبقى ايه؟ كونستنت. دي اول حاجه. تاني حاجه، ليه انا جبت مقاومتين ما اجيب واحده ب 3500؟ ليش معنى 3000 واجيب ريوستات؟ ما يعني الخص، ده سؤال كله كان عايز يساله صح. بص بقى، هو حاجتين، في حاجه في المنهج وحاجه بره المنهج. اللي في المنهج وشبه حاجه ممكن تكون انت عصرتها، لو حد عنده ميزان قديم في البيت، ميزان قديم، الميزان القديم ده اللي هو بوينتر، كتر الاستخدام هتلاقيه هو بيرجع ما بيرجعش للزيرو بالظبط، يا ورا يا قدام، هتلاقي فيه قدام فيه زي بليه كده بتقعد تلعب فيها، تظبطه تاني ترجعه للصفر صح. طب ما نفس الفكره، ده جلفانو مع الاستخدام التورشن والماجنت هيضعف، فهتلاقي ان هو مش قادر يجيب الماكسيمم كاي جي، فانا اعمل ايه؟ ما انا ممكن العب في ريوستات اقل ريزيستنس فزود الكرم تاني فيزود التورك والعصر فيرجع يجيب اخره. يعني دي فايدتها فور ادجستمنت اند كنترول ايه؟ الكرنت. طب انا لو كنت جايب واحده بس ب 3500 باظت الدنيا، بعد شهر شهرين خلاص الجهاز الكالبريشن بتاعه باظ، مش قادر يقيس ماكسيمم، في كل حاجه باظت. فدي فايدتها ليه؟ الادجستمنت. طب ايه فايده الار الكبيره دي؟ حمايه. ما تخيل انا شلت دي من الموضوع، الارات يحصل لها ايه؟ هتقل الار توتال، لما تقل الكرنت هيزيد، هيخش كرنت عالي اعلى من الاي جي يحرق الجهاز، فالجلفانومتر هيسيح او الصوصه تتكسر اصلا. طب انا ليه جبت كل دول؟ جبت كل دول عشان انا جايب بطاريه صغيره، الباتري دي لما تتقسم على الكرنت الماكسيمم هبقى عايز مقاومات كبيره قوي لمجرد بس اجيب الاي ماكسيمم، فانا محتاج ال 250 بلس 3000 بلس الايه 500 اجيبها من ريوستات. كل دول مع بعض هنسميهم ار اوميتر او ار ديفايس. ار ايه؟ ديفايس، عشان في كي وورد كتير، اللي هي عباره عن ار جي وار كونستنت وار فاريبل وار انترنال لو موجوده. الار كونستنت دي ليها خمس ست جمل، ممكن يتقال عليها فيكسد، ممكن يتقال عليها ستاندرد، ممكن يتقال عليها كونستنت، ممكن يتقال عليها كاليبريتد، ممكن يتقال عليها موديفايد. كل ده لكلمه بس ايه؟ كونستنت. طب الفاريبل بيتقال عليها ايه؟ ايه يا ريوستات يا فاريبل. ريوستات يا فاريبل. طب الار اكس دي الاكسترنال بيتقال عليها ايه؟ يا اكسترنال يا اما ادد يا اما يتقال عليها انون يا يتقال عليها كلمه كونكتد يا يتقال عليها ديفليكت. الكلام ده مهم قوي، ها مش هتعرف تحل. بوينتر تو يرجع المؤشر الى دي الكي وورد. مين مش فاهم خالص انا بحكي في ايه؟ اعيد له بقى كده ايه؟ لا ما انت طبيعي مش فاهم لسه داخل حاضر. ايه ايه ار ايه؟ ار انترنال. اه انتوا فاهمين انا بعمل ايه ولا مش فاهمين؟ بص تاني، انا عايز اجيب جهاز يقيس مقاومه بالبلدي كده وهو بيقيس كارنت، يبقى انا اعتمد على اني فكره، فكره ان هو كل ما يعمل ديفليكشن لكارنت يبقى فوق الكارنت ده قيمه ليه؟ للمقاومه. طب ايه علاقه الاي بالار؟ انفرس، يبقى لازم التو سكيلز زي بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. يعني لو الاي ماكسيمم الار بايه؟ مينيمم، ولو الاي مينيمم هنا بزيرو يبقى الار مالها؟ ماكسيمم. فبدايه الار لازم عند الاي ماكسيمم، يبقى هي الحكايه كلها لازم ابدا التيار اعلى ما يمكن. طب انا اجيبه اعلى ما يمكن ازاي؟ احسبها ثيوريتيكال. انا معايا بطاريه ومعايا كارنت، لو قسمت الفي على الاي اجيب ايه؟ ريزيستنس. يبقى انا محتاج العدد من المقاومات دي الرقم ده لمجرد بس اخليه ماكسيمم، فهجيب انا كان معايا جلفانو بكام؟ 52، جبت عليه الرقمين دول بس اللي هو 3500 علشان اخليه ايه؟ يبدا من الماكسيمم ككارنت اللي هو زيرو ريزيستنس. واعتمدت على فكره شابتر 1، كل ما زود ريزيستنس سيريس عادي الار توتال هت ايه؟ هتزيد، فالاي هيقل. وقعدت اجرب احط ريزيستنس معينه فالار تزيد فالاي ينزل لفاليو معينه، اكتب رقمها، ازود دي اكتر فالار تزيد فالاي يقل، يعمل ديفليكت اكتر اكتب رقمها، وهكذا. فصنعت جهاز اسمه الاوم ميتر، ده بيستخدم في ايه بقى؟ تو ميجر ان نون ريزيستنس. مين مش فاهم الفكره؟ الحل دلوقتي عامل سمري يقول لك الحل ازاي، حل ابسط ما يمكن. مين مش فاهم النظر؟ اه
لا دي الارقام دي اشمعنى الارقام دي كلها ده اكزامبل كتاب المدرسه مش شرط الارقام دي هي الفعليه اي ارقام اي ارقام الارقام دي عشان هو كتاب مدرسه صراحه كده فشرحتها زي كتاب المدرسه بس يعني ممكن البطاريه تبقى رقم اكبر او اصغر عادي مش ممكن الجلفانو ده الار جي بتاعته اكبر او اصغر ممكن حتى الاي جي اكبر او اصغر كله ممكن الارقام دي بس فور اكزامبل عشان تفهم يعني كده الجهاز ده بيكون ليه حضاره تتغير كل شويه اه منظومه قديم ايه هو كان بيقيس كارنتس كبيره بس فين كارنتس كبيره كارنت ده بيس ريزيستنس لا يعني هو لازم اي كبيره فين اي كبيره ده الاي جي بالمايكرو مايكرو مايكرو ايه مين عنده سؤال قولي لو شلت الباتري ما ينفعش انت عايزه ايه في ايه انت ليه بتخشيني في افكار كده انت ما عليكوش سولار بانل مش عليكوا سولار بانل اصلا يعني ينفع طبعا لو خليك ماشي ينفع ما اصلا السولار بانل لازم معاه بطاريه انت عارف المعلومه دي السولار بانل دي معلومه بره المنهج ضوء الشمس بينزل على الواح كده فالالواح دي بطريقه معينه بتولد كهرباء بناخدها عن طريق بطاريات نخزنها في بطاريات وبعدين البطاريات دي تفرغ فايه تشغل بقى مدينه تشغل بيت تشغل مصنع تشغل حاجه يعني لازم لازم باتري تمام ماشي ايه يعني مثلا الجزء الاول من الميتر ده بعمله كأن انا مثلا جبت ميزان وصفرته عشان اعرف اقيس ايوه كأني جبت ميزان وصفرته عايز اصفره عشان ابدا اقيس صح تمام ده اسمه تصنيع طب ده يفرق معاك في الحل لا خالص يعني مسائل ما بتجيش كده خالص المسائل بقى بتيجي ازاي بص بقى طب اخر معلومه في النظري بس قبل ما امسح بس هل السكيل ده يونيفورم يعني ايه يونيفورم منتظم لا لما انا حطيت ار ب 3750 نزل كل ده حلو طب انا حطيت واحده ضعفها هل المسافه قلت للنص لا انا هقول ليه ثواني طب انا حطيت واحده ثلاث اضعاف هل قلت للتلت برضو لا ده بيتقال عليه نون يونيفورم سكيل سكيل غير منتظم هقول لك ليه بص بقى الارقام هنا كام بس واحد هنا واحد اتجمعت مع الموجود فالار توتال سيركت كلها بقت كام؟ فده قال لي ليه؟ هاف يبقى ده انفرس مع ده يعني الاي انفرس مع الار ايه؟ ار توتال ولا الار اكس بس؟ طب تعالى تاني حطيت ار اكس 2 ار او بلس الار او بقوا كام؟ فالكرنت نزل ليه؟ تلت طب نزل التلت يبقى ده انفرس مع دي كلها هل ار اكس بس ولا الار سيركت؟ اخر مره انا حطيت ار اكس 3 ار او بلس الار او فالارات كلها زادت اربع مرات فالكرنت نزل ليه للربع يبقى الاي انفرس مع مين ار سيركت ولا الار اكس بص هنا بقى هنا مكتوب ايه ار اكس يبقى هل الاي انفرس مع الار اكس لا انفرس مع الار توتال اللي هي ار او بلس ار اكس عشان كده الجهاز ده نون يونيفورم غير منتظم مفهوم الحته دي بص بقى تعالى بقى نشوف القوانين بالاخر المسألة بتحل كده اي جي ايكوال في بي على ار او ده اول قانون ده شابتر 1 ما فيهوش حاجة ده لو الار اكس بكام؟ بزيرو يعني لو الار اكس هنا بزيرو الاي هيبقى ايه؟ ماكسيموم هنسميه ايه؟ اي جي طب القانون الثاني الار اكس نوت ايكوال زيرو انا ركبت ار اكس فالاي هيساوي في بي على ار او بلس ار اكس هل القوانين دي جديده ولا شابتر 1 حلو في بقى قانون من عندي انا بقى بص بقى بص بقى الموضوع الهبلالي هيبقى ازاي بقى بص بقى اي ايكوال 1 على ان اي جي يبقى ار اكس ايكوال ان ماينس 1 ار او ايه بقى ده بص ركز هنا الار اكس بكام ار او ايكوال ار اكس صح يعني الار اكس دلوقتي ايكوال 1 ار او دلوقتي دي بقت كام نص هو انا لو شقلبت دي تبقى كام 2 ماينس 1 بكام 1 طب تعالى اللي بعديها بص النمط ده اي ايكوال كام سيرد اي جي 3 شقلب تبقى كام 3 ماينس 1 2 تعالى الاخيره اي ايكوال كوارتر اي جي دي كام أربعة شقلبها يعني سوري كوارتر شقلبه أربعة أربعة ماينس واحد
فده نمط دايما دايما في الاوميتر، كل اللي هتعمله شقلب ونقص واحد بس، شقلب ونقص واحد. يعني دي مثلا تبقى 4، كل اللي هعمله اعمل ايه؟ هخليها 4 ماينس كام؟ تبقى 3، يبقى الار اكس ايكوال 3 ار او. طب دي كانت 5، 1 على 5 لما اقلبها تبقى كام؟ 5، 5 ماينس 1 4، وهكذا. هما دول الثلاث قوانين هنحل بيهم كلها شابتر 1. انتوا عايزين الكي وورد كلها؟ حاضر تعال اهو. بص بقى عندك كام ار؟ في عندك ار جي وار اكس وار او وار سي وار في واي جي. ار جي اعرفها امتى؟ لما يقول لك جالفانومتر ريزيستنس او كويل. الار اكس اعرفها امتى؟ بص ليها كام كلمه، اكسترنال او كونكتد او ادد او انون او ديفليكت البوينتر تو، كل ده يعني ار اكس. طب ار او لما يقول لك اوميتر ريزيستنس او ديفايس. طب ار سي لما يقول لك كلمه كونستانت او ستاندرد او فيكسد او كاليبريتد او موديفايد. حلو. ار في يقول لك ريوستات او فاريبل. اي جي قلتها دي كذا مره بقى، دي ليها 4 جمل. فول سكيل ديفليكشن، كان بير تو، كانت بير مور ذان، ايه تاني؟ ماكسيمم بس، لا ماكسيمم كارنت ان كويل، ان كويل. ده الكي وورد. حفظت دول؟ حفظت القوانين ده؟ الدرس ده هتحله وانت بتتلايف، مش حاجه خالص بقى حرفيا يعني. في الاميتر وفي الفولتميتر، بص في الفولتميتر لما يقول لك في ايكوال ان في جي، يبقى الار ام ايكوال ان ماينس 1 ار جي. في الاميتر لما يقول لك اي ايكوال ان اي جي، او يقول لك اي جي على اي واحد على ان، يبقى ار اس ايكوال ار جي على ان ماينس 1. انا بعت بي دي اف بالكلام ده يا عم عادي. الار او هنا الاوميتر ريزيستنس اللي هي السيركت، الار اكس هي الاكسترنال. ما هو ساعات بيحطوا الار سي مع الار في مع بعض، فيتعالى الموديفايد في مسائل عشان بس ما تتوهش. ده كل الكي وورد الممكنه اللي جت في تاريخ الثانويه العامه على الدرس ده من الاخر بقى. اكزامبل 18 198 ومصحف 108 اهو. بيقول لك املي اميتر، ملي اميتر يعني ايه؟ يعني جلفان. فقال لك ريزيستنس اوف اتس كويل او ريزيستنس بكام؟ 50. ودي مين؟ ار جي. بصوا الناس تركز عشان ما فهمش حاجه يفهم المسائل. جيفز ا فول سكيل ديفليكشن، يبقى ده ايه؟ اي جي بكام؟ حلو. بعدين راح قال لك ان هو يعمل له موديفيكيشن لحد ما يخليه اوميتر. وات از ذا فاليو اوف ستاندرد ريزيستنس؟ يبقى دي ار ايه؟ ار سي. عشان كده بقول لك الكي وورد مهم، عايز الار سي. طب ما الار سي جوه الار او، يعني لازم اجيب الار او. واداني الباتري بكام؟ ب 2 فولتج. تعالى بقى بالراحه. القانون من شابتر 1 بيقول لك اي جي هو في بي على ار او. ده بكام؟ وده باتنين، وادي الار او. تعرف تجيب ار او؟ ها؟ فالار او هتبقى 2 على 0.01 يعني 200. طب ما الار او بتتفك ازاي؟ مش هي ار جي بلس ار سي بلس ار فاريبل بلس ار انترنال. يا مستر كل ده وما فيش جيفن. بص اللي ما ادهولكش بزيرو على طول، ده بكام؟ بزيرو. اتكلم على الار فاريبل؟ لا. الار جي بكام؟ 50.
يبقى 50 بلس كام تدي 200. بس خلاص الف شكر بجد والله. ار سي بكام؟ ب 150. هل صعب الكلام ده؟ تعويض مباشر اكنه شابتر 1 اومز لو. طب تعالى اللي بعده 19. دي جت في تجريبي 17. بس بس انا في قانون لسه قايله ايه؟ ايه؟ عايز ايه؟ خلي بالك اهو من القانون ده. راح قال لك resistance of 200 cause deflection of pointer to half its scale. لما يقول لك في مقاومه عملت deflection يبقى دي ال RX. مالها بقى يا معلم؟ خلت البوينتر يرجع لكام؟ هاف اي جي هاف السكيل. والار دي بكام؟ ب 200. ترجم بقى اللي انا بقوله، شقلب ونقص واحد. لو شقلبت دي تطلع كام؟ 2 2 ماينس 1. فتبقى الار اكس هي الار او. والار اكس اصلا بكام؟ ب 200. يعني الار او بكام؟ ب 200. نقرا. قال لك عايز الفاليو اوف ريزيستنس اللي تخلي البوينتر ديفليكت كوارتر. يعني ايه كوارتر؟ يعني الاي ايكوال كوارتر اي جي. اعمل ايه؟ شقلب ونقص واحد تطلع كام؟ اهو 3 ار او. طب صح؟ يبقى 3 في كام؟ 3 في كام؟ فتطلع كام؟ بس حليت السؤال اهو. حاضر. القصه كلها بتشقلب وتنقص واحد بس. بص قال لك معايا ار اكس ب 200 هتخلي البوينتر ينزل الهاف. شقلب الهاف يبقى 2 2 ماينس 1 1. يعني الار اكس هي الار او. يبقى الار او بكام؟ ار او متر. يعني الجهاز كله مع بعض مقاومته 200. بعدين انا هركب ار اكس جديده هتخلي البوينتر ينزل الكوارتر. شقلب تبقى 4 ناقص 1 يبقى الار اكس 3 ار او. طب ما الار او جبناها ب 200. 200 في 3 600. ايه؟ لا هتنفع اصبر. انا ما بعطلش. هتنفع اصبر بس. في جاي اهي جاي اصبر جاي جاي. ايه؟ ايه؟ يا بنتي اهو شقلب هتبقى 2 ونقص 1 تبقى 1. يعني الار اكس ايكوال 1 ار او. يعني قد الار او. بس شقلب ونقص 1 تبقى 3. القانون ده يحل لك الدنيا. تعالى اللي بعده. هات اكزامبل 21 عشان ما فهمش 19. اوميتر اوف ريزيستنس كام؟ ار. كلمه اوميتر ريزيستنس يعني ار او. هو سماها ار. فالكرنت باسنج ثرو ات از اي وين از كونكتد تو اكسترنال ب 6000. اكسترنال يعني ار اكس ب 6000. ايه اللي حصل؟ قال لك البوينتر او السيركت ديفليكت ايه؟ ثيرد اتس فاليو. يعني الاي ها ثيرد اي جي. اي جي نعمل ايه؟ شقلب ناقص واحد فتبقى الار اكس بكام؟ ها 2 ار او. طب الار اكس اصلا بكام؟ 6000 ايكوال 2 في كام؟ ار او. يبقى الار او بكام؟ ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2 فتطلع الار او بكام؟ ب 3000. هل صعب الكلام ده؟ ها؟ مين مش فاهم لسه؟ مين مش فاهم؟ ها؟ تمام؟ ارجع بقى الاكزامبل اللي انا سبته اللي هو 20. 20 ده جاء سنة 92. جايب لك الجيفن كله على الرسمة. يعني مديني الاي جي ومديني الار جي ومديني الار سي ب 3000 ومديني ريوستات. مش دي نفس الارقام اللي انا شرحتها؟ عايز اقول لك زمان كان بيجي السؤال في الامتحان هو هو اللي في كتاب المدرسه بارقام. والله العظيم انا في امتحاني جه سؤال اصلا بارقام وكتاب المدرسه، كنت حافظ الاجابه قبل ما احله. وجابوا له فيزياء صعبه. ولا الناس طالعه برضه بتعيط، حاجه نيله يعني. ايه؟ لا يعني انتوا ايامكم اصعب الصراحه يعني، نعترف يعني. اقول حق. ايه؟ لا انا ما كنتش بحفظ، لا عيب. لا عيب بقى. ايه؟ كيمياء ايه ناقصه قرف بقى؟ كيمياء صعبه بقى. ما بحبش الكيمياء دي خالص. ما علينا. بس تعال حل. بس خلاص بص بقى
من الجيف اللي قدامك ده قال لك find the value of resistance taken from rheostat. دلوقتي انا عندي قانون بيقول لي اي جي الاي هو في على شويه اراد صح، فهتبقى في بي على ار او. الاي جي قدامك بكام؟ 400 تايمز 10 بار نيجاتيف حلو ايكوال الفي بي بكام؟ 4.5 اوفر الار او ده اسمه ار او ميتر كل الريزيستنس يعني. يعني هنا هيبقى عباره عن ار جي بلس ار سي بلس ار فاريبل. في انترنال؟ لا تعال عوض. فانا لو انت حافظ حتى الارقام اللي انا شرحتها هتبقى 1.5 على 400 تايمز 10 بار نيجاتيف 6 هتطلع كام؟ 3750 يعني 3750 هي عباره عن الار جي اللي هي 250 والار سي 3000 فاضل لك الار فاريبل بكام؟ كنت قال بكام انا؟ 500 بس او حتى ودي الناحيه الثانيه بالايه؟ بالماينس تطلع الار فاريبل 500. في مشكله؟ ها؟ في مشكله؟ تعالى اللي بعده نرجع للشقلب تاني. بص السؤال اللي بعده دلوقتي 22 ده والله العظيم والله العظيم ده في المعاصر مكتوب عليه هاي ليفل اوف ثينكينج. انت هتحله وانت مغمض لان هو ما بيتحلش بالستبس اللي انا بقولها. انا بقول لك شقلب ونقص الكلام ده مش الكتب ها ده مين انا كتب بقى نقعد نفك زي ما انا كاتب كده. بيقول لك اوميتر ديفليكت كوارتر اتس سكيل. اكتب ايه؟ اكتب ايه؟ حد بقى يقول لي كوارتر يعني اي كوارتر اي جي شقلب وناقص واحد يبقى الار اكس ايكوال 3 ار او. فهو راح قال لك ان في ريزيستنس ديفليكت البوينتر بكام؟ 300 از كونكتد يعني دي مين؟ از كونكتد ار اكس يعني هو مديني 300 اللي هي ار اكس ايكوال 3 ار او يبقى الار او بكام؟ 100 يبقى ار او ايكوال 100. دي اول معلومه. شد خط. بعدين هو طلب مني ايه؟ عايز الريزيستنس الجديده اللي ديفليكت البوينتر تو كام؟ 1 اوفر 6 اي جي. اعمل ايه؟ شقلب وقلب. ايه شقلب وقلب دي؟ شقلب وقلب شقلب ونقص واحد قلب مين؟ بس هنشقلب هتبقى كام؟ 6 6 ماينس 1 5 ار او. الار او بكام اصلا؟ ب 100 يبقى 5 في 100 تطلع بس اهو خلصت المساله المكتوب عليها هاي ليفل اوف ثينكينج. دي مستويات تفكير عليا ده كلها كده 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 وخلاص مش عايز اقلب وادي ماينس مش عايز. ريزيستنس اوف 600 از كونكتد يبقى دي مين؟ ار اكس. عملت ايه بقى المعلمه دي؟ خلت البوينتر ديفليكت ثيرد يعني الاي ثيرد اي جي. اعمل ايه؟ شقلب وناقص واحد فالار اكس ايكوال 2 ار او. الار اكس بكام؟ ايكوال 2 ار او يبقى ار او بكام؟ اكيد 2 في 300 تبقى ار او ايكوال 300. خلي المعلومه دي في دماغك. بعدين راح قال لك عايز الريزيستنس ذات ديفليكت البوينتر تو 3 اوفر 4 فراكشن. بص فراكشن اهو اهو. هل بقى القانون يعطل هنا؟ والله ابدا عمري ما اعطل. هشقلب ونقص برضه. ار اكس ايكوال 4 على 3 وماينس ايه؟ 1 في براكت كده تايمز الار او 4 اوفر 3 ماينس 1 ثيرد ثيرد تايمز ايه؟ الار او ايكوال الار اكس. طب الار او اصلا بكام؟ يبقى 300 على 3 فتطلع كام؟ 100. يبقى الار اكس بكام؟ حلتها عادي جدا يعني حتى لو فوق مش واحد وفراكشن برضو شقلب وماينس واحد. تمام؟ تمام ياد؟ طب لو جات لي العكس يعني لو جات لي كده بص يعني لو جالي دي اعرف اجيب اللي فوق؟ لا ازود واشقلب. تمام؟ يعني لو دي 3 بلس 1 تبقى كام؟ اقلبها بقى على طول. يعني بص لو جالك دي 5 هجيب اللي فوق ازاي؟ ازود واشقلب. يعني لو اداني ارات ازود واشقلب، اداني ايات اشقلب وانقص. مش الاي ايكوال 1 على ان اي جي والار اكس ايكوال ان ماينس 1 ار او. انا على طول كان بيديني الجيفن ده صح؟
كنت بشقلب ونقص. طب لو جداني ده ازود وشقلب. ماشي. بص جاي اهي جاي. ثواني بس ثواني. هو عايز الفي بي وقال لك لما الكرنت كان 10 ملي امبير. هو عايز الفي بي من شابتر 1. الفي بي بيساوي ايه؟ مش اي في ار ده هنسميه اي جي ودي هنسميها ايه؟ طب مستر ليه الار او بس؟ ليه مش بلس ار اكس؟ عشان انت نسيت الشرح اللي انا قلته. في اللحظه دي الاي جي كان ايه؟ ماكسيمم. هنا كان الار اكس بكام؟ يعني انت لو الاي جي اللي هو الماكسيمم هل في ار اكس ولا هي ار او بس؟ فتعالى كده نعوض. هو كان عايز الفي بي واداني الاي بكام؟ 10 تايمز 10 بار نيجاتيف 3. والار او احنا جبناها بكام اصلا في السؤال؟ 300. يبقى تايمز 300 فهتطلع 3 فولتج. دي البطاريه اللي جوه الجهاز. هل صعب الكلام ده؟ ده اومز لو. في ايكوال اي ار بس. يعني بشيل الار او لما يبقى ايه اللي هو بادئ من الزيرو؟ بادئ من الزيرو يعني مفيش ار اكس. يعني هو مصفر الجهاز يبقى هي ار او بس. ار اللي هو جوه الجهاز. ما عدا الاكسترنال اللي انت هتقيسها. ار او هي الجهاز نفسه. هات اخر سؤالين يلا. ايه؟ هتبقى دي مش ماكسيمم وهتبقى بلس ار اكس. ايه؟ لا ار او. ار او ار بزيرو ازاي وكاتب 300؟ ماشي. تعالى اخر سؤالين يلا. 2017 الدور الثاني جاء السؤال ده بس. قال لك ريزيستنس اوف اوميتر از ار. يبقى الار او سماها ايه؟ اهو الار او ايكوال ار. طب بعدين؟ if the external resistance of 4R 4R يعني يبقى الار اكس ايكوال 4R. مش ده معناه ان الار اكس هي 4 ار او؟ مش المنظر ده شبه المنظر ده؟ يبقى هنا ازود واقلب. زود واقلب. حلو زود واقلب. يبقى هتبقى الاي ايكوال 1 اوفر اي جي. طب انا عايز اتاكد انا صح ولا غلط. اهو شقلب ونقص واحد ترجع 4 يبقى حالي صح. The pointer of ometer deflect to one third. The pointer deflect to one third. يعني ال I equal third I G. أعمل إيه بقى؟ أشقلب ونقص واحد. ففي ناس هتتسرع تجري تختار 2 R تاخد صفر على طول. لأن هو ما قراش. بص بقى عايز إيه؟ قال لك when resistance equal R is connecting. يعني ال R X هو سماها إيه؟ R. يعني اقول ار ايكوال 2 ار او. هو عايز مين دلوقتي؟ طلب مني ريزيستنس اوف اوميتر. طلب دي يبقى حل 2 ار ولا هودي التوب ديفايدد؟ لو وديت التوب ديفايدد هتبقى الار او ايكوال ار على كام؟ ايه؟ من اول ايه؟ من اول ار اكس ايكوال 1 تاني. حاضر. قال لك في ريزيستنس ديفليكت البوينتر 2 ثيرد. شقلب ونقص واحد يبقى الار اكس بتساوي ايه؟ ار او. بعدين هو قال لك الكونكتنج ريزيستنس سماها ار. يبقى الار اكس بكام؟ بار او. يبقى ار ايكوال 2 ار او. هو ما طلبش الار اكس طلب الار او. يبقى الار او بكام؟ ار على 2 بس كده.